بعد هذا الفوز بحق لك يا برشلونة تنبسط وتعيد. معنا خلونا نحكي شكل واقع شوي. برشلونة من اول موسم هو فريق منهار، ولا كان حدا ابدا متوقع انه هذا الفريق يربح دوري اسباني. انتوا عم تلعبوا من دون ليو ميسي من بعد 17 سنة يلي هو افضل لاعب بتاريخ برشلونة. تعرفش يعني انه برشلونة كان مركز سابع ثامن، ومن بعد بيستقل كومان بيجي محله تشافي وبيعمل فريق وبيربح رباعية على مدريد ورباعية على بلباو وعاتلتو مدريد وعلى نابولي وبيربح على إشبيليا، وهلا حاليا متواجد بالمركز الثاني بالدوري الإسباني. رو عم نمدح فيك، طول بالك. بشو هالقد زعلان؟ انت في مركز أول؟ ما كيف بدنا نراضيه هلا على بوكا دلال؟ رو رباعية على مدريد بتكفي يا كبير. صار قديمة؟ العمى شو صار له تمنع؟ طلع يا كبير، متضامن معك اليوم برشلونة كرمال عيونك. ولع وبلع العمى. كيف تراضي هلا؟ تاريخ اليوم 1/5. ولع وبلع يا كبير، يا عيني على الضحك الحلوة. ينعاد عليكم بالصحة والعافية ولك.